احنا سعداء جدا جدا جدا، الصعيد كله بصراحه كنا منتظرين اللحظه دي بفارغ الصبر من فتره من زمان يعني، وكان نفسنا نشارك في البنك في الـ في الـ في النادي الاهلي، بس كان صعب علينا لانه احنا مقيمين هنا في الاقصر والكلام دوت، كان صعب علينا عشان نروح القاهره ونضم هناك، فدي فرصه طيبه جدا والصعيد كله مبسوط بالموضوع ده بصراحه يعني. من صغري وانا بشجع النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي من وانا عندي 5 سنين، بشوف كل ماتشاته بتابعه، بتابع اللعيبه، بتابع اخباره على كل الصفحات وعلى كل الميديا. فطبعا خبر كان ان في الاقصر هنا عندنا في البلد بيفتح فرع للنادي الاهلي، كان شيء يعني قمه السعاده والبهجه ان الواحد يسمع خبر زي ده، وكنت من اول الناس اللي بدور، ورحت فعلا بعد ما سمعت الخبر تاني يوم رحت على طول على المقر اللي انا اعرفه كويس، رحت اتصورت عنده ان انا ان شاء الله هبقى اول عضو في النادي الاهلي. يمكن النهارده جيت شويه متاخر بس ان شاء الله هنول العضويه باذن الله. طبعا مشوار جميل النادي الاهلي، انا واحد بشجع من انا عندي 7 سنين النادي الاهلي، اول فريق افهم يعني كوره، كمان هو فاتح قدام بيتي في طيبه قدام الفيلا بتاعتي، فاول ما عرفت الخبر ده طبعا سعاده رهيبه، ازاي بقى قدامي النادي الاهلي اللي انا ببص عليه في التلفزيون طول حياتي قدامي من البوابه بتاعتي في البيت في الفيلا ابقى شايف النادي الاهلي، فطبعا كان لازم ابقى اول حد النهارده اشترك. الواحد امنيه حياته، امنيه حياته ان يدخل ويشوف مره واحده يلاقي نفسه جوه النادي الاهلي، دي حاجه كبيره خالص يعني. وعموما المدينه كانت هنا في الاقصر كانت يعني يعني انا اقول لك عطشه لهذا الامر، لان احنا عندنا الناديين اللي موجودين في الاقصر اللي هو نادي المدينه المنوره ونادي الاقصر بيعانوا لما يكون نادي بنادي بحجمه واسمه وقيمه النادي الاهلي ويجي الاقصر، يبقى في امل ان شاء الله ان شاء الله نشوف نماذج تطلع من المدينه، لان كانت محتاجه شيء يعني ناس نقول ايه بروفيشنالز تعرف تختار الناس دي وتطلعها من الاعماق. احنا هنا في الاعماق في ناس كتير 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 مميزة، وفي العاب كتير مش كرة القدم بس، لكن المشكلة انها ما بتلقاش المكان او الجو المناسب اللي يطلعها. افضل مناخ او افضل اتموسفير في الرياضة في مصر هو النادي الاهلي، شيء لما يجي النادي الاهلي بكل اسمه وتاريخه وعظمته يعمل حاجة زي كده، ان شاء الله ان شاء الله هنشوف نماذج هتنفع مصر كلها مش هتنفع النادي الاهلي بس. انا مشجع اهلاوي من انا وصغير طبعا، يعني صور الخطيب عندي في الاوضه كانت من انا وصغير، فطبعا مبسوط خاصه بيتي كمان قدام النادي الاهلي في فرع طيب، فده كمان منتهى السعاده طبعا ليا ولاسرتي، واهلا بيكم في الاقصر طبعا. بصراحه انا مبسوط جدا جدا النادي الاهلي جه الاقصر، احنا من زمان محتاجين حاجه زي كده في الاقصر عندنا، احنا محتاجين حاجة يعني تظهر مواهب الموجودة في الصعيد وتبين قد ايه ان حب الصعيد جدا للنادي الاهلي. بصراحة اول ما عرفت ان النادي الاهلي فتح باب اشتراكه هنا انا جيت على طول، ما فكرتش عشان اهلي واسرتي، عشان كلنا نتجمع في حب النادي الاهلي نلتف حوالين منه. انا من سكان مدينة طيبة، وده من حظي السعيد ان انا ابقى جنب النادي الاهلي والنادي الاهلي يبقى جنب مني، وان شاء الله دايما كده الاهلي يفتح فروعه في كل حته ان شاء الله ويغطي مصر كلها باذن الله. احنا بصراحه مبسوطين جدا طبعا انه اتاحولنا الفرصه لحاجه زي كده، حاجه كنا بنتمناها من زمان قوي. عندنا اولادنا وعندنا اسرنا وعندنا يعني حاجات كتير، احنا هنا في الصعيد كنا يعني بنفكر ان ننقل اقامات بعض الاحيان عشان خاطر من مدينه لمدينه عشان نوصل لحاجات زي كده اللي هي فيها مستوى من يعني الرفاهيه وكده، فاحنا النهارده مبسوطين جدا جدا بحاجه زي كده، وبدليل زي ما انت شايف قدامك اهو الاقبال الشديد جدا على مكتب التسجيل يعني. بنشكر اداره النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب على الخطوه الايجابيه دي الممتازه اللي احنا سامعين عليها اصلا من شهر ونص، وبالتالي الحمد لله الحلم اتحقق. بالنسبه طبعا ببارك لاهل الاقصر خاصه والاهل الصعيد عامه على الخطوه الايجابيه. بالنسبة للموضوع الاشتراكات وبالنسبة للريد المعمول ممتاز خالص ومتناسب مع أهل الجميع، مش بقول كده نفاقا، فعلا دي حقيقة على الأسعار احنا سامينها أصلا يعني. تواجد ضخم جدا مهم جدا، لأن يعني أصلا كان النادي الأهلي كان كبير قوي، فإن النادي الأهلي يفتح فرع في الأقصر في مدينة سياحية في مكان اعتقد انه مكان حيوي جدا، اللي جوه مصر واللي بره مصر يقدر يشوفه، متاح قوي لكل الناس. هي يعني النادي الاهلي براند في افريقيا وبراند في العالم، فدي حاجه طبعا بتعمل رواج كبير قوي
في السوق بتلاقي كل اللوجوز والبراندز وكل البروباجندا اللي بتحصل للنادي وتأثيره على المكان وتأثيره على البلد. ده يفرق كتير، بيحصل رواج. التعاملات كلها تعاملات يعني لما النادي الاهلي يفتح يبقى موجود في المكان زي الأقصر، بيتفتح حسابات، الأعضاء بتعمل إيداعات في الحسابات، الاشتراكات بتبقى أسهل. بدل ما أنت بتروح مثلا تعمل توريد مثلا في مكتب أو عند موظف وتبقى الأمور صعبة شوية بالنسبة للنادي، لا بتهيالي حاجة زي كده هتبقى أسهل كتير. الناس عارفة طبعا النادي الاهلي ده إيه وكيانه إيه، ومعظم الناس كلها اهلاويه قاعدين في مصر يعني. النادي الاهلي معشوقنا الاول، وانه يفتح هنا في الاقصر دي حاجه ما كنتش انا شخصيا متوقعها، ودي حاجه جميله واضافه قويه جدا للاقصر. ناس كتيره من الاقصر هنا اهلاويه 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 يعني زي ما بنقول، ودي حاجه يعني كل ما اتكلم مع حد من الاصدقاء او الزملاء حاجه ممتازه جدا، والناس سعداء جدا 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 يعني. طبعا احنا كاعضاء نقابه وكمشاركين في النقابه، وطبعا دايما لينا كان طموح ان احنا نعمل نادي خاص بالنقابه وخاص بالصيادله، وفوجئنا بقى ان النادي الاهلي كله جه بكل كيانه بكل ضخامته بكل تاريخه بكل حبنا ليه يعني. احنا طبعا عايز اقول ان الصيادله اغلبهم طبعا اهلاويه، وحتى الزملاء الزملكاويه بيشرفهم طبعا ان هم يشتركوا في النادي الاهلي. فطبعا احنا تلقفنا هذا الخبر ما استنيناش يعني، طبعا اشتغلنا على كل الخطوط ككل الكوادر، واجتهدنا جدا ان احنا بكل الوسائل ان احنا نتفق ونحاول يبقى احنا اكبر عدد من الصيادله موجودين واخدين اشتراكات بكل الحب للنادي الاهلي اللي موجود في المجتمع الصيدلي، بحيث ان احنا نكون في اول دفعه في اول مجموعه الاشتراكات واول ناس مشتركين، يبقى اغلب الصيادله كلهم ناس مشتركين. وبصراحه الاقبال مش عايز اقول يعني، كل الصيادله هيتجننوا بالاشتراكات اللي احنا جبناها للنادي للصيادله في النادي الاهلي.